السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بمتابعينا الكرام. الصف الأول الإعدادي، لغات، ترم تاني ساينس، فيرست بريب ساينس سكند ترم. نكمل مع بعض اكسرسايزز الساينس من الورك بوك الخاص بالاكسرسايز ساينس. أول حاجة هنا بيقول لي a formula that represents the number and type of atoms in a molecule. إيه الفورميولا اللي بيبان اللي بتمثل التايب والنمبر بتاع الاتومز اللي في المولكيولز؟ هنقول له chemical formula. تمام. طيب rewrite the following statements after correcting them. يعني أعد كتابة الستيتمنتس ديت بعد ما تصحح الخطأ اللي فيها. بيقول لي الووتر مولكيول consist of two atoms of three different elements. قبل ما جاوب على question ده، تمام، اقول ايه ادي الايه الووتر هوت الووتر مولكيول اهو H2O. يبقى انا عندي كم اتوم؟ 3 مش 2. ليه؟ ادي واحده وادي 2، دول 2 وادي 1، يبقى 3. يبقى 3 اتومز مش ايه مش 2 اتومز. تمام. طيب of three different elements، تلاتة different elements. لا، أنا عندي في الووتر مولكيول هما two elements بس، الأكسجين والهيدروجين، يبقى two different elements. طيب تعالى الكويشن اللي بعد كده، the valency of carbon in carbon dioxide molecule is divalent. تمام. الكربون هنا divalent أو لا؟ هو طبعا tetravalent. طب قلنا tetravalent ازاي؟ ادي عندي الكربون، تمام، مع كم اكسجين اتوم؟ مع 2، مع ايه؟ 2 اكسجين اتوم. تمام. وكل اكسجين اتوم، تمام، عباره عن ايه؟ عن ان هي بتشارك ب 2 الكترونز. 2 ايه؟ الكترونز. تمام. فلما 2 الكترونز، تمام، من الاكسجين اتوم ديت، والاكسجين اتوم دي منها 2 الكترونز، تمام، يبقى انا عندي 2 و2 يبقى 4، يبقى تترا فالنت. تترا ايه؟ تترا فالنت. تمام. طيب تعالى، مش داي فالنت. طيب تعالى، الفالنسي اوف نوبل جازز از مونو فالنت. الفالنسي اوف نوبل جازز مونو فالنت. النوبل جازز بتدي او بتاخد الكترونز، يعني بتلوزز او جينز الكترونز؟ لا، يبقى نو فالنت، زيرو. اوكي. طيب تعالى اللي بعد كده، بيقول لي الصوديوم از مونو فالنت وايل كالسيوم از داي فالنت. ليه الصوديوم مونوفالنت؟ لانه loses one electron during chemical reaction. والكالسيوم divalent ليه؟ لانه loses two electrons during chemical reaction. خلاص. طيب تعال بعد كده، aluminum oxide molecule is composed of two aluminum atoms and three oxygen atoms. ليه الالومنيوم اوكسايد بيبقى composed of، بيحتوي على two aluminum atoms؟ تمام. يعني كده Al 2 و 3. تمام. طيب ليه؟ لا اقول له لان الفالنسي بتاع الالومنيوم 3، تمام، خلاص، والفالنسي بتاع الاكسجين 2. تمام. يبقى الفالنسي بتاع الالومنيوم 3، تمام، يبقى نديله 3 اتومز، تمام، من الاكسجين، والفالنسي بتاع الاكسجين 2 يبقى نديله 2 اتومز من الالومنيوم، بنعكس. تمام. خلاص. يبقى يقل 2 و 3. خلاص. وبكده يكون خلصنا الفيديو ده، واتمنى لو الناس عجبها الشرح تابع معايا باللايك والشير والسبسكرايب وسيب كومنت، ونكمل مع بعض الاكسرسايز بوك كله ان شاء الله من المعاصر. والسلام عليكم ورحمه الله.